الصباحي المباشر من نواحي بن سليمان، أجواء صباحية غائمة وبرد قارس يعم المكان صبيحة اليوم الاثنين، بداية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله. صبيحة اليوم الاثنين،
إذن دائما المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شو تي في، فصباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا الصباح، صباحة اليوم الاثنين، حيث أجواء جد باردة وغيوم كثيفة تغطي سماء المنطقة هنا نواحي من سليمان. نتمنى إن شاء الله دبور الطقس وهذه الغيوم تعطينا أمطار الخير اللي احنا نحتاج لها بشكل كبير وكبير جدا. إذن ودعكم مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.